هذا وقد لقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها أسماء التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا لجهود جلالته في توطيد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا التكريم بمثابة فخر واعتزاز لمملكة البحرين ويصب في تعزيز العمل الدولي المشترك، ويؤكد مساعي جلالة الملك المفدى النبيلة من أجل بناء مستقبل واعد في منطقة الشرق الأوسط يعمه السلام والأمان والاستقرار، سائلا الله العلي القدير أن يوفق جلالة الملك المفدى لتحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.